ده ترنج كامل يا جماعه، بولر زبده ب 135 جنيه، اي عبايه من دول ب 130 جنيه يا جماعه، كل لوكسيات الوانه كلها متاحه موجوده كلها دي ب 130 115 اطفال. الترنج كامل ب 135 جنيه، 160 جنيه كل ده ب 160، 170 جنيه رجالي استاذ مصطفى، 130 جنيه، 60 جنيه خصومات للعرايس 170 تسلم، جوه وبره ب 140 وشحن بالقطعه، 130 جنيه مبطنه جوه وبره، 35 جنيه عند الاميره تمام ده ب 135 يا جماعه، عملته 25 جنيه تشيل لحد 3 اكس، 140 جنيه 3 قطع، 3 قطع 40 جنيه مبطن من جوه، حلو 90 جنيه يلبس معانا 3 اكس، 160 جنيه كاش بالروب بتاعه ب 160 جنيه، 30 جنيه طب تشيل شورت وتوب ورود ب 140 مبطن وش وظهر ب 130، ترنج القمر ده ب 140 جنيه، 95 جنيه ترنج 3 قطع ب 160 جنيه، 155 جنيه، 155 كم؟ 135 165 كل ده ب 60 جنيه، شغل الترندات 30 تلبس معانا 75 جنيه، سلوبين 25 35 جنيه 75 افرض لنا معلش 80 جنيه، ترنج كامل يا جماعه 40 جنيه، شغل لوكس 35 جنيه بس، ترنج ده 75 جنيه، ترنج ميلتون يا 70 جنيه، روب الربيع يا جماعه 80 جنيه وبس يا جماعه، سلوبيتا ب 115 يا جماعه، 240 لحد 6 اكس يا جماعه، 85 جنيه ترنج تركي 6 اكس يا جماعه، 56 تلبس 3 زبده حلو قوي، لحد 6 اكس يا جماعه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، اللهم صل وسلم زيد وبارك على سيدنا محمد. النهارده عند الاميره ملك يا جماعه، كل ما يخص اللبس البيتي، عبايات استقبال، ترنجات، كشاب، بيجامات، مقاسات عاديه ومقاسات خاصه، اسعارنا النهارده يا جماعه جمله الجمله، عندنا شحن كل المحافظات، العنوان بالتفصيل هتلاقوه متصور في اخر الفيديو، وهسيب لكم لينك التليجرام في اول تعليق مثبت. احنا النهارده عند نمله مول الاميره ملك يا جماعه، تابعوا الفيديو للنهايه وما تنسوش تنزلوا في التعليقات توحدوا الله وتصلوا على النبي، ويلا بينا نشوف عروضنا النهارده. يا استاذ مصطفى عامل ايه؟ ايه الاخبار؟ الحمد لله والله. وايه الاسعار؟ الاسعار 100 100 وجايب لكم مفاجآت، الاسعار غير اللي انتوا ايه عرضناه لكم المره اللي فاتت، تمام، اسعار 10 على 10 وحاجات بصي جمله الجمله، هنا المكتب ده جمله وقطاعي يا جماعه بسعر واحد، جمله وقطاعي تمام، جمله القطاعي تمام. هنبدا بايه معانا؟ نبدا معانا ترنج زي كده، ترنج زي كده يا جماعه 135 جنيه، ده بولر ولا قطيفه؟ ترنج بولر ب 135 جنيه، بولر زبده يا جماعه، بولر زبده 135 جنيه، امسك لنا كده معانا ب 135 جنيه تمام، امسك انت التيشيرت والبنطلون بقى يبان معانا الترنج كامل، ماشي ب 135، بصوا كده معانا ده ترنج كامل يا جماعه، بولر زبده ب 135 جنيه، ده حلو قوي قوي، لو المقاس يلبس 2 اكس مرتاح، ده تطشين جوه وبره وبنطلون قطيف الوانه كلها متاحه موجوده كلها، تسلم ايدك، كل ده ب 135، وعندي رسمه ثانيه منه برضو، اهو رسمه ثانيه، رسمه ثانيه اهو يا باشا، امسك لنا كده اديله البنطلون يمسكه معاك، ناخد سكنرات كده، بصوا ده ترنج كامل ب 135 جنيه، بولر في قطيفه يا جماعه زبده، في خصومات تمام، خصومات للتجار واللي بيبيعوا اونلاين تمام، التجار والاونلاين هيبقى لهم خصم ب 135 بكابيتشو يا جماعه، خصومات عايز اقول لكم حلو جدا، ويلبس معانا 85 مرتاح، تمام مبطنه من جوه وبره اهي، الشحن عندنا من قد ايه؟ الشحن عندنا من 2000 جنيه، اللي تشحن ب 2000 جنيه لها شحن مجانا، شحن مجانا، شحن، طب والشحن العادي من اول كام قطعه؟ من اول، بص من أول، بقول لك من اول قطعه، من اول قطعه نشحن، من اول قطعه تمام، كل الالوان بتاعته اهي، الوانه كلها متاحه يا جماعه، كل ده ب 135 جنيه، وفي خصومات تمام، في خصومات، في خصومات تمام، خصومات في ايه تاني معانا؟ ترنج ميلتون زي كده، ده ميلتون برضو، ميلتون ترنج ميلتون، بصوا كده الصوره بتاعته، الصوره بتاعته اهي حلو قوي، ده ميلتون الصوره بتاعته، ترنج ميلتون مبطن وش وظهر، تبطين اهو مبطن، امسك لنا البنطلون كده بعد اذنك، ده بصوا كده 130 جنيه بس، ترنج ميلتون ارفعوا لنا معلش يا استاذ مصطفى، 130 جنيه ترنج ميلتون يا جماعه، 130 تسلم ايدك، حلو قوي الوانه حلوه، كل الوانه يعني موجوده، الوانه كلها زاهيه عرايس كده، سبع الوان منه، تسلم ايدك تمام، 130 جنيه بس، 130 يا جماعه، 130 جنيه، وعندي ترنج فرو زي كده مبطن وشه وضهر، ده بولر جوه وبره، بولر بره وجوه تمام، اهو يا باشا افرد لهم الحته، افرد كده معانا، ايه يا باشا ب 100 وكام ده؟ ايه الجمال ده؟ حلو، 140 جنيه بس، بصوا الترنج ده ب 140 جنيه يا جماعه، جوه وبره ب 140 وشحن بالقطعه تمام، 140 جنيه وشحن بالقطعه، تسلم ايدك، بصوا كده انا عايز اوريكم بس ان هو جوه وبره تبطين، والبنطلون برده اهو يا باشا، كل ده معانا ب 140 دفايه، ده ب 130 تمام جنيه. تسلم ايدك، الوان برده متاحه، الالوان كلها متاحه، وعايز اقول ان الخامه دي بيبقى التطريز بتاعها مختلف، في كذا تطريزه، يعني كذا تطريزه تمام، كل ده على التليجرام، كله ده على التليجرام، وعروضه على التليجرام، هسيب لكم لينك التليجرام في اول تعليق مثبت ان شاء الله، في ترنج ميلتون برده زي كده، ده ميلتون برده، في ترنج ميلتون زي كده اهو تمام، كده قصاد مني اهو، ده ميلتون اهو يا جماعه تمام، افرد لنا البنطلون، افرد معانا الجاكيت بعد اذنك، ترنج ميلتون اهو، ده ميلتون يا جماعه، عامل كامل ميلتون
نقول بكام؟ ب 135 جنيه بس. 135 جنيه. انا عايز اقول لك ينفع نوادي وينفع جيم وينفع خروج. ينفع خروج. حلو قوي. ونوادي كل حاجه. تسلم ايديك ب 135. 135 ركزوا معايا. كل موديل الوانه متاح يا استاذ مصطفى. موجودة. كل الوانه موجوده. كل الوانه موجوده. تمام. زعمت الالوان. هو ده كله عامة ب 135. كل ده ب 135. رينج اديداس برضه زي كده. ده اديداس برضه. ده رينج اديداس. هو اسود بس منه ولا اسود وكحلي؟ في اسود وكحلي. اسود وكحلي. ب 135 جنيه برضه. بص حلو قوي ده. ب 135 جنيه. خد لنا كده، لا افرض انت الجاكيت عادي. 135 جنيه. بصوا كده يا جماعه، الترنج القمر ده خروج ب 135 جنيه. كل ده ب 135 يا جماعه، ملتون. تمام. تسلم ايديك. 135 جنيه بس. الغوامق عشان يمشي خروج قوي. تمام. عند الكحلي والاسود بتاعه. كحلي واسود. تمام. وعندي حاجه زي كده برده ب 135 جنيه برده، السوسته. ده سوسته ب 135. 135 يعني سويت شيرت. سويت شيرت. تمام. بيمشي بيتي وخروج. بيتي وخروج. بصوا كده معانا ب 135. كل ده معانا ب 135. تسلم ايديك لحد 2 اكس ولا 1 سايز؟ لغايه 3 اكس. لحد 3 اكس ب 135. من اكس لارج ل 3 اكس. تمام. ب 135 لحد 3 اكس. 135 جنيه بس. حلو جدا. جميل. 135 جنيه. كل درجات الالوان متاحه. كل الوانه موجوده. الوانه كلها موجوده. وعندي ترنج زي كده ب 140 جنيه. برده ميلتون. ميلتون برده. حلو قوي ده. وينفع معاكم كريسماس برده يا جماعه اللون الاحمر ده. في كل الالوان بتاعته برده اهي. حلو قوي. امسك لنا كده. ب 140 جنيه. بص البنطلون ده ميلتون يا جماعه، مبطن ب 140 جنيه. مبطن من جوه. حلو قوي. 140 جنيه بس. وعايز اقول ان هو هاي ويست استك كده. وخامه تحفه. في خصومات. دخامته حلوه قوي. في خصومات. تمام. موجود يعني خصومات. السعر ده يعني للتجار، في خصومات للتجار. والاونلاين. والاونلاين. ولو عروسه جت جاهز. والعروسه عندها كل الوان. كله له خصومات يا جماعه طالما هتاخدوا كميات سواء عروسه او اونلاين او تجار. بصوا الوان كلها متاحه. عندي كل الالوان بتاعته وعندي الكميات كله بتاعته. كله متاح يا جماعه. كل الالوان بتاعته. ورسومات برضو يعني رسومات والوان. كده روب القميص بتاعه فارو. روب الكاش بتاعه. الجمال ده برضو. تسديد ده معانا. وظهره بكام؟ نقول بكام بس؟ الجمال ده. ب 160 جنيه بس. امسك لنا كده الجمال ده. عايز اقول لكم تحفه. ارفع لنا معلش الكاش. كل ده معانا ب 160 جنيه. كاش بالروب بتاعه ب 160. طب والله العظيم ده عظمه. حلو قوي. كل الوانه. وعايز اقول اللي مش عايز الكاش كمان يتلبس على بيجامه في البيت. يتلبس على يدفع على عبايه. فهيبقى حلو قوي ب 160 جنيه بولر جوه وبره. حلو جدا جدا. كل شغل تطريز. ده ثلاث قطع. ده ثلاث قطع. حلو قوي ده برضه. ب 140 جنيه بس. ده لا وده البولر التقيل ده بالطب بتاعه كمان يا جماعه. هاتلي كده افرد لنا الطب انت كده. بص كده قلنا بكام؟ ب 140 جنيه بس. 140 ثلاث قطع يا جماعه. ثلاث قطع الروب بال بايه اسمه ايه الهوت شورت بالطب بتاعه. هوت شورت وطب وروب ب 140. ب 140 يا بلاش. حلو قوي. وعايز اقول لكم محمل يعني الخامه ما شاء الله عليها. وعندي منه حاجه ثانيه برضه اهو ب 135 جنيه زيه برضه. ب 135 جنيه. يعني كذا مصنع منزله بكذا سعر. كذا سعر. تمام. افرض لنا انت الروب كده ب 135. ده خامه وده خامه. تمام. وده مصنع وده مصنع. وده مصنع وده مصنع. وده اطول من ده شويه. وده اطول من ده. صح. ب 135 جنيه ثلاث قطع يا جماعه. ده بيفرق عن ده عشان ده خامته اتقل شويه من ده. ما انا بقول اتقل. ده خامته اتقل يا جماعه. يعني في ب 135 وفي ب 140 ثلاث قطع. ب 140. تمام. تسلم ايديك. خليكم فاكرين. بصي ب 135 اهو. 135 و 140. و 140. تسلم ايديك. تمام. وفي ترنج فارو زي كده اهو ب 140 جنيه. ده برضو بولر كده جوه ورا فارو يا جماعه تحفه. بولر فارو. امسك كده اهي. بصوا كده حلو قوي قوي يا باشا. لا افرد لي بقى البنطلون لان ده البولر الزبده يا جماعه اللي فيه لمعه زي القطيفه. ب 140. بصوا الترنج القمر ده ب 140 جنيه. حلو قوي قوي. ب 140 جنيه. عايز اقرب لكم بس شوفوا الخامه. بصوا دي اللي فيها لمعه الطريه. بص يعني ما تشدوش منها تطلع وبره. لا حلو قوي. المفاجاه بقى ترنج ثلاث قطع. ثلاث قطع. ثلاث قطع. تمام. بكام؟ 140. ب 140 جنيه. ثلاث قطع ب 140 جنيه. ترنج ثلاث قطع ب 140 جنيه اهو. ده شغل عرايس يا جماعه. شغل عرايس. ده ثلاث قطع. حلو قوي. شفت التجار. افرد لي بقى السويت شيرت مع البنطلون كده. اهو. بص كده. اهو. ده ثلاث قطع يا جماعه. ترنج ثلاث قطع ب 140 جنيه. ترنج ثلاث قطع ب 140 جنيه. تسلم ايديك. حلو قوي. مقاساته لحد 2 اكس. اهو. ده يمشي خريفي ويمشي شتوي. للامانه تحفه. كل الالوان بتاعته. في عندي خمس الوان بتاعته برضه. الخامه مش ميلتون يا جماعه. خامته حلوه قوي. خامته جميله جدا. تسلم ايدك. قطن. تسلم ايدك. تمام. 140 بالوان ومقاساته. وعندي دفايه زي كده اهي. 70 جنيه بس.
دي مقاسات عادية ولا خاصة؟ لا دي بتلبس أي مقاس. بتلبس أي مقاس. معانا 3 إكس يا جماعة مبطنة من جوه. مبطنة. يعني بتلبس مقاس 4 إكس. افرض لنا بقى التيشيرت بتاعك كده. افرض البنطلون. إيه. تلبس معانا يا جماعة 90 كيلو. تلبس 90 كيلو. وعاملة كام قلنا؟ دي ب 70 جنيه بس. افرض لنا كده خليك فارق. بص. بصوا الدفاية دي ب 70 جنيه يا جماعة تلبس بيك سايز ب 70. تجيب معانا 3 4 إكس على 70 جنيه. موجود منها برضو أشكال وألوان. كل الألوان بتاعتها موجودة أهي. لا ورقاشات مختلفة. وفي ألوان تانية. تمام. في منها 7 ألوان برضو. 7 ألوان. كل الألوان بتاعتها موجودة. تسلم إيدك تمام. وفي ترنج فارو زي كده برضو. ده فارو. ب 135 جنيه. 135. ب 135 بس. افرض لنا الجاكيت أنت كده. بخت التجار أهو. إيه الجمال ده؟ أهو. كل ده بكام؟ 135. 135 جنيه يا جماعه. عايز اقول لك عظمه الجاكيت تحفه. كل ده معانا ب 135. تمام. اللي جاي ده ايه؟ ب 160 جنيه. بس ده شكله حلو قوي. ده ترنج ب 160 جنيه. لا اديله بس البنطلون ولا التيشيرت كده. الوان. ايه الجمال ده؟ كل الالوان بتاعته موجوده. بص يا جماعه تحفه بكابتشو ب 100 وكام؟ 160 جنيه بس. 160 جنيه شغل الترندات يا جماعه ده عظمه. كل الالوان بتاعته والله العظيم تحفه ب 160. الابيض الصريح ده اول مره اشوفه فحلو قوي. الوان كتير كلها. الوانه كتير. تمام. وعندي سلوبيتا زي كده دي قطيفه. ايه قطيفه. سلوبيت قطيف. ايه سلوبيتا قطيفه. امسك لنا بقى قصاده من الرجل كده ببان. عامله كام السلوبيتا القطيفه؟ 175 جنيه بس. 175 جنيه سلوبيتا قطيفه. سلوبيتا قطيفه. تسلم ايديك. عرايس برضو يا جماعه. عرايس. تلبيس 2 اكس. سلوبيتا فارو. ايه. تمام. الوان برضو متاحه ودي القطيفه الزبده يا جماعه. الواننا كلها موجوده. وفي عندي برضو سلوبيتا فارو زي كده. تمام. ب 135 جنيه وفي خصومات. في خصومات يا جماعه. خصومات للتجار وللعرايس. بص السلوبيتا دي. ب 135. 135 جنيه. 135. حلو قوي. ب 175 العطيفه. القطيفه. و 135 الفارو. الفارو ب 135 بالوانها برضه. وتلبس معانا ايه؟ 2 3 اكس على حسب طول الجسم. كل الوانها موجوده. تمام. دي السلوبيتا زي كده محيره. سلوبيتا محيرات. محيرات. ايه. سلوبيتا محيرات. مقاساتها ايه؟ لحد 16 18؟ لبس لغايه 16 سنه 18 سنه كل الوانها على حسب الجسم. حسب الجسم ده بيتهيألي اصغر مقاس. ده اصغر. في اصغر من كده الاطفال. في اصغر اطفالي. عامله كام دي؟ دي افرض لنا نقول سعرها. 165 بس. دي ب 165 جنيه محيرات تلبس لحد 16 17 سنه. 16 17 تمام. سنه تمام. تسلم. وعند الاطفال بتاعتها هوريها لكم برضه. هنشوف الاطفال برضه. الاطفال بتاعتها تمام. وعندي ترنج زي كده. ترنج زي كده برضه. انا عايز اقول شغل لوكس العرايس كله هنا. شغل اللوكس. شغل يعني لوكس العرايس هنا اهو. ده تحفه. شغل لوكس العرايس اهو. افرد لنا كده. 170 جنيه بس. ب 170 جنيه. ماشي افرد لنا. يسلم. لوكس العرايس كله هنا. بصوا كل ده معانا ب 170 جنيه شغل لوكس. 170. انا عايز اقول بس ان احنا بناخد لكم لمحه من كل حاجه. يعني في ما شاء الله لهم مبارك شغل كتير جدا استحاله اجيبه. هتلاقوه موجود في اول تعليم مسابقه التليجرام. تمام. سعر ده. عندي ترنج ميتون زي كده ب 175 جنيه. ده حلو قوي ده. اهو افرض البنطلون يا اسلام. بصوا كده الترنج ده معانا. بارز لبره فارو. قلنا ب 100 كام؟ 175. 175 جنيه ترنج ميلتون يا جماعه. الحاجات دي لوكسيات لا توبر ولا الحاجات دي. لا 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 وكلها بصوا مبطن. حلو قوي. عندي حاجات لوكسيات. تمام. لوكسيات بس. شغل العرايس يا جماعه كله هنا. وعند العطيفه زي كده. بص احنا بناخد لكم عشوائي من على الاستاندات لان الشغل ما شاء الله اللهم بارك. بصوا حتى اللانجري هتلاقوه موجود هنا. وعند العطيفه زي كده اهي. ده القطيف. بس عايز اقول لك عظمه. ترنج قطيفه. عظمه. أوه. حاجة كده محترمة. نقول بكام؟ والله العظيم تحفة. ب 185 جنيه. تعالى لنا كده بالبنطلون كده. بصوا الشياكة دي يا جماعة ب 185 جنيه وبس يا جماعة. والله العظيم شياكة. وكل الشغل ده حفر والقطيفة زبدة. ويمشي خروج سبورت. يمشي خروج سبورت برضه يا جماعة. وعند البيك سايز بتاعه. ده بيك سايز. بيبدأ من 4 اكس. بيبدأ 4 اكس. بيك سايز ده وبيخلص كام؟ أكبر مقاس فيه كام؟ لغاية 6 اكس. لحد 6 اكس. إيه الجمال ده؟ ده من 4 ل 6 اكس. ارفعوا لنا يا استاذ مصطفى. بصوا كده ده لحد 6 اكس. عامل معانا 6 اكس. عامل كام؟ 240 جنيه بس. 240 لحد 6 اكس يا جماعه. في كل والله العظيم تحفه. ده اصغر مقاس فيه. تسلم ايدك. تمام. اصغر مقاس فيه. اصغر مقاس يا جماعه. اصغر مقاس فيه. يلبس معانا 90 100 كيلو. لغايه 6 اكس. لحد 6 اكس. بصوا ده بقى
بصوا الجمال ده، ده بربار اهو، ده اه ده شداد يا جماعه برده، عامل كام ده برده؟ نفس السعر. بصوا كده برده رفعنا البنطلون بيبدا برده من 4 ب 240 مش ب 100، ب 240 جنيه لحد 6 اكس يا جماعه. 6 اكس تسلم ايدك، حلو قوي. تمام، كل الالوان بتاعته موجوده، كل الوانه متاحه. وفي عليها خروج زي كده، في جلابيه خروج ايه، تمام، 170 جنيه. ده دي برش، برش خروج 170 جنيه. مقاسات برده يا استاذ مصطفى، دي مقاسات لحد 3 ولا ايه؟ لغايه 3 اكس، لحد 3 اكس. بصوا عباية خروج اهي، دي برش خروج، قلنا ب 170 170 جنيه، 170 جنيه برش خروج. امسك لنا عادل يا سامت بيه، عامل ازاي؟ بصوا كده معانا، حلو قوي قوي، 170 جنيه. بصوا كل ده معانا على 170 جنيه برش خروج، تسلم ايدك. تمام، الاميره ملك، حلو قوي قوي، تسلم ايدك. في عندي ترعب برضه، ترنج عطيفه زي كده، ده قطيفه برضه زبده. اه بصوا احنا اللي بيجي قدامنا على الكوابيل بنعرضه، 160 جنيه. بصوا كده معانا ب 160 جنيه، بصوا معانا الترنج ده يا جماعه على 160 جنيه، قطيفه زبده، جنيه قطيفه، حلو قوي قوي، بيلبس اي مقاس. بص خامته عامله ازاي، الخامه تحفه وشغل حف، كل ده معانا ب 160. تمام، تسلم ايدك، العرايس يا بخت، رزق العرايس ورزق الحبايب. تمام، احنا بصي احنا بقى، انا عايز اقول لكم احنا ماشيين كده، كل ما نمشي ما شاء الله اللهم بارك هتلاقوا موديلات كتير معانا، موديلات كتيره. بصوا كده معانا برضو في ترنج زي كده ب 175 جنيه، حلو قوي ده، افرد معانا يا اسلام، 175 جنيه. بصوا الجمال ده يا جماعه، اهو يا باشا، ده تحفه ده، ب 175 البنطلون بتاعه حكايه، ده معانا ب 175، افرد لنا معلش ناخد سكرينات. امسك قصادي، 175 جنيه، تمام، ده ب 175 جنيه ترنج زي كده، تسلم ايدك. تمام، ان احنا جبنا شويه من الترنجات، يعني ادينا لكم عينه كده من الشغل، الشغل كله على التليجرام، كل الشغل كله على التليجرام. تمام، وعندنا برضو استقبال، وعندي استقبال زي كده، بصوا الاستقبال، مقاسات عاديه وخاصه، عندي مقاسات العاديه، تمام، المقاس العاديه اهي، عامل كام العادي؟ 160 جنيه، المقاس العادي ب 160، كل موديل بالوان اللي انا فردتها لك، وفي الروان زي كده بقاسك على الوسط زي كده اهي، دي روانزا يا جماعه برضه ب 160، 160 جنيه. بصوا الروانزا كمان ب 160 جنيه، 160 جنيه. تمام ماشي، وفي خصومات، في خصومات يا جماعه، في خصومات، وادي الكميات بتاعتها اهي، في كميات، لا وفي موديلات، في موديلات، موديلات وكميات، كل ده على 160، 160 جنيه، كل ده ب 160. في خصومات برضه اللي انا بقول لكم عليها، تمام، الاونلاين والتجار والعروسه، التجار والعرايس كله، كل ده هيبقى له خاص، كله ليه خاص، وعندنا شحن بالقطع، تمام، 160 جنيه. دي مقاسات تتلبس لحد 2 اكس، لغايه لحد كام؟ لغايه ال 3 اكس، لحد 3 اكس. وعندي حاجه زي كده مقاسات خاصه، تمام، دي مقاس خاص اهي، تلبس لحد 4، من 4 اكس، تمام، تبدا من 4 اكس، بصوا بتبدا 4 اكس، 6 اكس، بصوا دي لحد 6 اكس عامله كام؟ اللي انا فردها لكم دي 4 اكس، بص قد ايه سعرها كام واحنا فردنا كده، نقول بكام؟ ولا اقول ب 200 جنيه، ولا نقول ب 220، بكام؟ هنقول ب 170 جنيه بس، 170 جنيه مقاسات خاص، 170 جنيه مقاس خاص، تمام، مقاس خاص ب 170، وفي خصومات يا جماعه، خصومات للتجار، وخصومات للعرايس، تمام، تسلم ايدك، وخصومات للي بيبيعوا اونلاين، حلو قوي قوي، كله ده، تمام، ب 170 جنيه، 170، تسلم ايديك. بتبدا من كام؟ من 4 اكس، من 4 اكس لحد 6 اكس، تمام، في موديلات كتير على المقاس الخاص، وكل يعني الالوان بتاعتها، وعندي كل موديل بالوانه، التجار، تمام، عرف التجار اللي انا عندي كميات، عندنا كميات يا جماعه للتجار، تمام، تسلم ايدك كده. معانا برضو رجالي، وعندك يعني ايه زي كده، هتيجي تاخدي برضو شغل العريس من هنا، هتاخدي العروسه والعريس، العريسه والعروس اهو، تمام، مع بعض، عامل كام ده؟ اهو مش هنقول ب 200 جنيه، استنى لما ترميش، 170، 170 جنيه رجالي، ب 170 جنيه، لحد كام اكس ده؟ 200 جنيه ب 170 جنيه، 170 جنيه رجالي يا جماعه، رجالي، لحد 2 ولا 3؟ لغاية 3 اكس، لحد 3 اكس يا جماعه، بص عامل ازاي؟ ده اكس لارج كمان، ده اكس لارج، تسلم ايدك، مقاسه مرتاح قوي، يعني الرسومات بتاعته اهي، كله على 170، 170 جنيه، كل ده لحد 3 اكس يا جماعه رجالي على 170 جنيه، اهي تمام، عند الاطفال بتاعه، والاطفال يعني يا باشا اهو، ما شاء الله موجود عندنا حريمي واطفالي ورجالي، حريمي واطفالي ورجالي وننجري، تمام اهو، بصوا كده معانا ب 115 بس، 115 اطفالي، 115 برضه في اشكال كتير منه، في اشكال كتيره منه، تسلم ايدك، تمام، 115، عندي كميات برضه، كميات والوان وموديلات برضه، كل موديلاتها وكل الوانها، تمام، تسلم ايديك. وعندنا اللانجري اسعاره بادئه من كام عشان نديهم لمحه ان في لانجري؟ 100، لا 140 جنيه، ده 140 جنيه، بيبدا 140 بس ده كله لوكسيات، صح كده، زي كده ب 140 جنيه، كل ده معانا ب 140 جنيه، 140 كل ده، والبيجامات دي برده، والبيجامات ب 140، البيجامات دي برده يا جماعه على 140، كل ده ب 140، خلي الغلبه تلبس، تمام، ب 140 شغله لوكسيات، تمام، عندي جلابيه خاص زي كده، تمام، بصوا مقاس خاص، ايه
ب 205. 205 اولها مقاس كام؟ 4 اكس. من 4 لكام؟ من 4 ل 6 اكس. من 4 ل 6 اكس ب 205. ب 205. بصوا كده لحد 6 اكس يا جماعه ب 205. دي زبده. ب 205. دي زبده يا جماعه مش بولر. الخامه تحفه حلوه قوي قوي. الرسومات منها اهي. والوانها حلوه. كل الرسومات بتاعتها يعني شايفه الاصفر في الزيتي والكشمير وفي اشكال مختلفه. دي اشكال تانيه غير اللي انا فردها لكم. يعني بصوا دي شكل تاني برضه. بيج سايز كل ده بيج سايز يا جماعه. بيج سايز. كل ده بيج سايز. بيبدا من 4 اكس. من 4 اكس بيج سايز تمام ب 205. ب 205. بصوا انا عايز اقول لكم ما شاء الله اللهم بارك الشغل في كل مكان. وكميات كمان. وعندي جلابيه زي كده ب 155 جنيه قطيفه برضو قطيفه زبده. تمام مقاس واحد ولا مقاسات؟ لا مقاس واحد. دي ب 100 وكام؟ ب 155 جنيه. 155 تلبس 3 اكس. 155 هي واخده استراس يا جماعه كلها كده. بصوا شغل الاستراس ب 155 جنيه. حلو قوي جل العرايس. تمام. وفي خصومات. عندنا خصومات وعروض. طول ما انتم ماشيين كده هتشوفوا شغل ما شاء الله اللهم بارك. ترنج زي كده برضه قطيفه. ده ترنج قطيفه. ترنج قطيفه زي كده ب 185 جنيه بس. ده اللي هو التركي يا جماعه. ترنج تركي ب 185. التركي ب 185. بصوا ترنج عظمه والله العظيم تحفه. رحت العرايس. بصوا كده معانا ب 185 جنيه ترنج تركي يا جماعه. حلوه جدا. تسلم ايديك. اتفضل. بصي كشميه برضه كده. كشميه وسوسته ب 115 بس. ده حلو قوي قوي. بص تحفه. ده ب 115 جنيه يا جماعه. بلاش سوسته. كاش سوسته عليه تطريز كده. وكله تبطين جوه بره برده. تلبيس عروض. ده سلوبيتا مش كاش. دي سلوبيتا يا جماعه مقفوله. دي سلوبيتا. تمام. لا ولا يهمك. افردها لنا معلش. افردها لنا تاني كده. الصوره بتاعتها اهي. دي سلوبيتا. تمام. ادينا ظهرها كده. بصوا على تطريز سلوبيتا ب 115 يا جماعه. شغل عرايس حلوه جدا. ب 115. تسلم ايدك. تمام. عندي رب طويل زي كده. انا عايز اقول بس ان ده الربيع. وعشان تعرفوا بس الربيع. الربيع ده خامه براند محترم قوي. براند وسعر حلو قوي. لوكسيات. كل شغل لوكس الربيع يا جماعه. 170 جنيه بس. يعني اللي بيجي يقول لي يا مكه ايه احسن حاجه اجيبها وتكون عرايس. ايه الجمال ده؟ ده ب 170 جنيه روب الربيع يا جماعه. تطشين جوه وبره حاجه تحفه. عظمه والله العظيم. حلو قوي. ب 170 جنيه بالوانه. مش هقول لكم 200 جنيه ولا 200. انا عايزه اقول اي عروسه عايزه برده حاجات لوكسيات واسعارها حلوه فاسالوا على الربيع ده في اي مكان لان بيبقى خامه وسعر حلو قوي. ترنج زي كده ب 135 كم؟ ب 235 جنيه. 235. 235 جنيه ثلاث قطع. دي اول قطعه يا جماعه. وده البنطلون. ابعده لنا عنها بس عشان ناخد سكرينات كده. بصوا كده يا جماعه. 135 جنيه بس. ده البنطلون وده الاندر شيرت. ده ترنج كامل ثلاث قطع يا جماعه. الاندر شيرت والبنطلون والجاكيت. 235. ده حلو جدا. ده 235 جديد قوي والجاكيت بتاعه يمشي خروج اصلا. وعندي ترنج زي كده ب 195 جنيه. ده ب 195. بص عامل ازاي. ده خروج. ده خروج خلاص. ده بيبقى عند بتوع الكاجوال كمان. ب 135 جنيه بس. الترنج ده موجود عند بتوع الكاجوال مكاتب الكاجوال. ب 135 جنيه. ب 135 جنيه. 135 جنيه بس. تمام. بس ده مقاس واحد يلبس دبل اكس. مقاس واحد بس. مقاس بص طول ما انتم انا عايزه بس اديهم لمحه سريعه عن العبايات لان احنا ما فتحناش كل ده. هاجي لكم برده ونشوف اسعار كل العبايات دي ايه معانا. تمام. هنشوف اسعارها. ب 185 جنيه. ده ب 185. ترنج ب 185 جنيه. بص ميلتون مبطن وشه حلو قوي قوي. ب 185. ترنج عرايس. ده ترنج عرايس يا جماعه. ب 185. كل ده معانا ب 185 جنيه. ترنج كامل يا جماعه عرايس. ب 185 جنيه اهو. ب 185. تسلم ايدك. تمام. وفي ترنج خروج زي كده. ترنج خروج. ده ترنجات خروج. تمام. وعندي ترنج خروج زي كده. ب 225 جنيه. بص شكله تحفه. ب 225 جنيه اهو. تمام. اهو يا باشا. بص يا باشا اهو ترنج خروج. ورينا الصوره بتاعته. طيب الصوره بتاعته اهي. عامل زي البيسبول يا جماعه. 225 جنيه. 235. تحته موجوده. طب 235 جنيه خروج. بس ده يلبس دبل اكس. دبل اكس. كل الالوان موجوده اهي. تمام. والبولر اللي ورانا دي اسعارها كام دلوقتي؟ لان في ناس بتسال عليها. دي ب 135 الفروه. 135. دي الفروه يا جماعه ب 135. تلبس معانا 3 اكس. لبس معانا 3 اكس. تلبس 3 اكس. تمام. 135 جنيه خاص. عندنا سلوبتات مقاسات خاصه برضه. مقاسات خاصه. تمام. يعني احنا دلوقتي عرضنا ترنجات لحد 6 اكس مقاسات خاصه. عرضنا عبايات برضه لحد 4 و5 اكس ومعانا برضه سلوبتات مقاسات خاصه. مقاس خاص. تمام. كده اهي.
ب 180 جنيه بس. بصوا مقاسات خاصه يا جماعه عامله معانا، ارفعوا لنا بس عدل 180 جنيه مقاسات خاصه. تمام بالوانها برضه خاص، كل الوانها كل ده ب 180 مقاسات خاصه 180. تمام تلبس معانا 4 5 اكس. وعندي ترنج زي كده ب 155 جنيه. ده ب 155. ب 155 جنيه اهو يا بلد. بص عامل ازاي بنطلون ميلتون والجاكيت فار. ب 185 كام؟ لا ركز لكم في السعر. دقيقة واحدة بس. 55 155. هات لنا البنطلون ده. هقول لكم 155 بس. بصوا كده ده البنطلون بتاعه ميلتون يا جماعة. البنطلون بتاعه. بصوا اهو ترنج ميلتون في بولر ب 155 جنيه بكل الوانه. عند الاميره ملك. تمام تسلم ايديك حلو قوي. الاميره ملك بس. تمام عايزين نجيب لهم عرض العبايات ده برضه يا استاذ مصطفى. حاضر. لان مش كل العبايات عرضناها جوه. نكمل الروب معانا الاول. والسلوبيتا الاطفالي دي. صح دي اللي انت قلت عليها جوه. نشوف الروب، نعرض الروب. نعرض الروب معايا. في رسمه ثانيه روب. ده بكام اسعاره؟ بص الروب ده. بص خامته عامل ازاي؟ ده طويل يا جماعه تحفه. مش هنقول 200 جنيه. هنقول ب 165 جنيه. طب والله العظيم تحفه. لا افرد لنا بس كده. بصوا الجمال. افرد لي الكتف انت يا استاذ كده. نزل لنا ايدك وافرد الكتف كده عدل. 165 جنيه. بصوا الجمال ده. اهو. شياكه يا جماعه، والله شياكه. 165 روب طويل طبطين جوه بره مطرز ب 165. كل ده ب 165 جنيه يا جماعه. حلو قوي ده برضو. والروب ده عرضه حلو. 165 جنيه في كل الالوان بتاعها. الوانه كلها متاحه على 165. 165 جنيه. تمام تسلم ايدك. والاطفال حاجه زي كده برضو. الاطفال اللي احنا قلنا عليه. ورناه كل ايه؟ المحيره. المحير والكبير. المحير والمقاس الكبير. عندنا بقى الاطفالي 6 8 10 صح؟ 6 و 8 و 10. تمام. ده يلبس ست سنين فعلا. عامله كام دي برضه؟ ب 110 بس. ب 110 حاجه زي كده ب 110. تسلم ايدك. والترنج القمر ده عامل كام؟ حلو قوي ده قوي. في الترنج زي كده اهو تحفه ده ب 115. 115 طب والله العظيم حلو جدا. انا عايز اقول لك السويت شيرت اصلا بيمشي خروج ب 120. ب 120 لوحده. فانتوا تاخدوا ده طقم كامل ب 115 فده حلو جدا. تمام. وعندي ترنج ميلتون زي كده. ميلتون ب 125 جنيه. بصوا كده معانا ده ميلتون يا جماعه اللي هو الصلصه ب 125. بصوا الميلتون والصلصه ده تحفه ده برضه ب 125. يمشي بناتي حلو قوي. وعرايس برضه ب 125 جنيه. ب 125 جنيه كده كتف عدل. بصوا كل ده معانا ب 125 جنيه. ترنج تحفه قمر. الترنج من تحت اهو. بصوا حلو قوي. كل ده ب 125 جنيه. ترنج كامل. تسلم ايدك. تمام. دي ثلاث قطع. ده ثلاث قطع. 255 جنيه. ده توب وبنطلون وروب. وروب 255 جنيه. هوريهم حلو قوي. شكلنا انت الطب مع البنطلون كده يا اسلام. بص كده ده طب 255 جنيه. واجي البنطلون ده كارينا تحفه. حلو قوي. 255 جنيه. بصوا كده ده طقم كامل يا جماعه ثلاث قطع ب 255 جنيه. 255 جنيه. 255 ثلاث قطع. ثلاثة قطع. ثلاث قطع. تسلم ايدك. تمام. وفي ترنج ثلاث قطع زي كده. ده ترنج ثاني برضه ثلاث قطع. ثلاث قطع. حلو جدا. نقول بكام؟ ب 140 جنيه. 140 ده ثلاث قطع ولا قطعتين؟ ثلاث قطع. ثلاث قطع ب 140 جنيه. امسك كده. بص ادي البنطلون ماشي. تمام. لا ترنج زي كده ب 140 جنيه. ده ب 140 جنيه ثلاث قطع. ثلاث قطع. تمام. ده ب 140. بص ادي القطع اللي تحت اندر شيرت. طب والله العظيم تحفه. حط لنا البنطلون في ظهره كده. افرد الجاكيت. بصوا كده ده ثلاث قطع ب 140 جنيه. ثلاث قطع. ارفع لنا يا استاذ مصطفى. ب 140 جنيه ثلاث قطع. ثلاث قطع ب 140 جنيه يا جماعه حاجه عظمه. تسلم ايدك. تمام. ثلاث قطع ب 140 زي كده. الوانه كلها متاحه. في عبايه ثانيه برضو الوانه كلها موجوده والشغل موجود منه كميات. عندي جلابيه زي كده ميلتون اهي ب 95 جنيه. بصوا كده. طب والله حلوه دي عبايه ميلتون يا جماعه ب 95 جنيه. 95 حلو قوي قوي دي. ودي ميلتون تحفه دي. الناس اللي بتحب الحاجات بس مقاس واحد. جنيه. كل الالوان بتاعتها مقاس واحد. مقاسات واحده. تلبس 2 اكس يا جماعه. بس تلبس مقاس 2 اكس. 80 ليه؟ عشان فيها مطر في الحدود دي. تلبس 80. حلوه جدا. تمام. وعندي ترنج خروج زي كده اهو. ده ترنج خروج برضو ب 190 جنيه. 190. 190 ده ترنج ميلتون خروج. ده ميلتون مكتوب بيك سايز بس مش عارفين هيلبس ايه. هنشوف معانا برضه. امسك لنا اسلام البنطلون كده بعد اذنك. مش هنقول 230 جنيه. حته رب كده. بكام ده؟ ب 190 جنيه بس. 190 جنيه. يلبس معانا 3 اكس يا جماعه. اعمل معانا 190 جنيه. ب 190 حلو قوي. تلبس 3 اكس. تسلم ايدك. بصوا في عبايه بولر برضه باشكالها. حلو قوي. 130 جنيه بس. دي ب 130. البطانه وش وظهر ب 130 جنيه. بره ده دفايه يا جماعه. حلو قوي. دفايه مبطنه وش وظهر ب 130. في اشكال منها كتير. كل الاشكال بتاعتها. حلو قوي. دي برضه على 130.
كل الاشكال بتاعتها. هتفتح لنا البني دي نشوفها في الكافيه، لان الثانيه لونه روز مش باين فيها قوي. بصوا الجمال ده، عبايه بولر يا جماعه، 130 جنيه مبطنه جوه وبره، ب 130 جنيه طابطين جوه وبره. تسلم ايدك، حلو قوي. وفي كميات للتجار، كميات عندي، كميات وموديلات. يعني احنا جايبين لكم عينات كده من الشغل، عينات بس، عينات من الشغل. عندي التايجر بتاعتها الاسد اهي، الاسد الطيب، الاسد تمام. بس تلبيس دبل اكس يا جماعه، لو انت طويله تلبس ثلاثه، ب 130 جنيه مبطنه جوه وبره. تسلم ايدك، تمام. عايز اقول لهم في تشكيل كبير قبل ما ننهي بس للعبايات. بصوا كده ورانا، كل العباية دي اسعارها كام بقى واحنا ماشيين كده تقريبا؟ 160 جنيه، وفي خصومات للتجار 160 جنيه، خصومات للعرايس كل ده ب 160؟ 160 جنيه كل ده ب 160، طول ما انتوا ماشيين كده للاخر 160 ولا ايه؟ لا كله 160، بس عايز اقول لك تحفة والله العظيم. دي ب 130، اي عباية من دول ب 130 جنيه يا جماعة، حلوة جدا ب 130. كل الاشكال دي ب 130 جنيه، تمام. تعبتك معايا وشكرا جدا على الفيديو ده. الله يخليك يا استاذ مصطفى، شكرا يا اسلام، نورنا. الله يخليك. احنا النهارده عند الاميره ملك، العنوان بالتفصيل هتلاقوه متصور وهينزل لكم حالا من اول شارع الجيش لحد ما توصلوا هنا. وفي دخلتين للمكان، انا مصوره لكم الدخله اللي هي من عند نمله مول من بره، من حاره خطاب صح، وفي من حارة دسوقي، يعني الحارتين يدخلوكوا النملة مول يا جماعة. أنا مصورة لكم العنوان بالتفصيل، هينزل لكم حالا، وهسيبه لكم برضو مكتوب في أول تعليق مثبت مع لينك التليجرام وأرقام للتواصل طول عرض الفيديو. بحبكم في الله، ما تنسوش بقى تنزلوا تحت في التعليقات، توحدوا الله وتصلوا على النبي، وأشوفكم على خير في فيديو جديد إن شاء الله. هنيجي بقى للعنوان، احنا واقفين فين؟ قدام مول سيبس في شارع الجيش اللي أنتوا شايفينه ده، مول سيبس، والشارع اللي جنبه ده على طول اسمه حارة دسوقي، عشان بس تبقوا عارفين جنب مول سيبس على طول. نوصل ازاي اصلا هناك؟ احنا واقفين في قلب شارع الجيش، واللي هعمل لكم عليه زوم دلوقتي ده كوبري الازهر. بصوا ده على اول شارع الجيش، ده كوبري الازهر. توصلوا ازاي؟ تركبوا مترو وتنزلوا محطه مترو العتبه وتسالوا على اول شارع الجيش، وممكن كمان اي ميكروباص من رمسيس تقولوا عايزين ننزل على اول شارع الجيش، هينزلكم عند كوبري الازهر. هتفضلوا ماشيين ومكملين ولحد مول سيبس كده من قلب شارع الجيش، وتسالوا كمان مول سيبس مشهور جدا. هنخش على طول الشارع اللي جنبه ده، اسمه حار الدسوقي، ده اللي عملنا منه الجوله النهارده. وصلكم برده للمكان بكل سهوله، وهديكم علامات واحنا ماشيين، المكان مش بعيد وما يتوهش كمان. على اول الحاره دي كمان هتلاقوا مول سيبس على اليمين، ومحل الطاووس 2000 على الشمال. هندخل كده من الشارع ده، اغلبه اصلا محلات جمله، والمكتب اللي احنا عاملين فيه ده جمله، وهيديكوا قطاعي كمان لكل متابعين القناه. هنكمل ونفضل ماشيين زي ما انتم شايفين كده، هنقابل برده حلاوه كيدز ده برده في اول الشارع على الشمال. انا بديكوا علامات عشان تعرفوا ان انتم ماشيين صح. هنكمل برده زي ما انتم شايفين كده، هتلاقوا بقى محلات شبابي كتير، بس اغلبه زي ما قلت لكم جمله، قليل قوي لو لقيتوا حد بيبيع قطاعي. وده محل سندريلا، عملنا منه جوله قبل كده برده. هنكمل زي ما انتم شايفين، وده كنزي، وده سري لاين زي ما انتم شايفين برده. هنكمل بعدها برده، هتلاقوا نمله مول برده اليافطه بتاعتها فوق، وده كمان محل الديك زي ما انتم شايفين كده. انا بديكم علامات عشان توصلوا على طول. هنكمل ونمشي زي ما انتم شايفين كده. بصوا طول ما احنا ماشيين بقى ان شاء الله هديكم علامات برده زي ما انتم شايفين. بصوا احنا كده عند مول نمله، خلاص يافطه مول نمله فوق زي ما انتم شايفينها، دي يافطه مول نمله، المحل موجود في نمله مول. ده مكتب فرصه برده، صورنا منه كاجوال وعروض حلوه جدا جدا، بوريه لكم برده علامه مميزه. احنا هنخش مدخل العماره اللي بعد فرصه، مكتوب عليه نمله مول. هندخل كده المدخل بتاع المول يا جماعه، هتلاقوا على اليمين ما شاء الله اللهم بارك كل تشكيل العبايات دي تبع الأميرة ملك. بص تشكيل جامد جدا، عندهم مقاسات كتير وعندهم شغل كتير، ولينك التليجرام هتلاقوه موجود. ودي برضو اليوفب بتاعتهم يا جماعة بأرقام التليفونات. هننزل مع بعض الدور الأرضي اللي هو ده، بصوا زي ما انتم شايفين هتلاقوا اليوفب كده. احنا نزلنا أول سلم يقابلنا يمين للدور الأرضي تحت يا جماعة. أول ما هننزل مع بعض كده على اليمين هنلاقي الأميرة ملك موجود معانا على طول، كل ما شاء الله للشغل ده كله شغلهم يا جماعة، عبايات وترنجات واستقبال خروج وبيتي، شغل عالي جدا. حتى اللانجري موجود هناك. بحبكم في الله، وأشوفكم على خير في فيديو جديد.